وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الكتاب الذي يبين مناهج الفرق القدرية والجهمية والخوارج والمعتزلة وغيرهم، وما أفضل كتاب في ذلك؟ أنا ما أشير عليكم للاطلاع على هذه الأمور، أخشى عليكم، إلا من تمكن من العلم. اللي تمكن من العلم والمعرفة لا بأس أنه يطلع، أما الإنسان المبتدي في طلب العلم هذا لا يطلع على هذه الأقوال. والكتب المؤلفة فيها كثيرة، منها الفصل في الملل والنحل لابن حزم، منها الملل والنحل للشهرستاني، منها مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، منها الفرق بين الفرق في البغدادي. كل هذه في الفرق والمذاهب، نعم، وهي مطبوعة، كلها مطبوعة، لكن ما أشير عليكم تقرؤون فيها حتى تتمكنوا من العلم. نعم.